صباحك النور البركة، ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ أنا سامعاكم وأنتم كنتوا عليا تقولولي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هناخد النهارده حرف دي من حروف اللغة العربية، بس قبل ما نبدأ هنراجع بسرعة كده الحروف اللي احنا أخدناها قبل كده. تعالوا يلا، أول حرف خدناه حرف ايه؟ ألف. كان عصاية طويلة واقفة على السطح وفيها ايه؟ الهمزة بتاعتها. بعد حرف الألف حرف الايه؟ ب. كام طبق والنقطة بتاعته فين؟ تحتيه. بعدي حرف ت. عنده كام نقطة ت؟ عنده نقطتين زي عينينا الاثنين، طبق وعنده نقطتين. بعد حرف الت عندي حرف ايه؟ حرف الت. عنده كام نقطة ت؟ واحد اتنين تلاتة، عنده تلات نقط. حرف الت بطلع فيه لسان. بعد حرف الت عندي حرف الجيم. قلنا حرف الجيم عبارة عن ايه او شكله ايه؟ شرطة وعندها كرش كبير. الجيم النقطة بتاعته فين؟ في بطنها. اسمه ايه؟ جيم. النقطة بتاعتها في بطنها. بعد حرف الجيم عندي حرف الحاء. إيه حرف الحاء؟ عنده نقطة؟ لا، ما عندهوش نقطة خالص. طب تعالوا بقى نشوف بعد حرف الحاء عندي حرف ايه؟ عندي حرف الخاء. حرف النهارده صاحبي اسمه ايه؟ خاء. حرفي خاء. الخاء النقطة بتاعته فين؟ فوق على راسه. شكله ايه حرف الخاء؟ سنة وعندها كرش كبير، وما ننساش ايه؟ النقطة بتاعتها على راسه. حرف الخاء زي أي حرف عنده مين؟ عنده أصحابه. تعالوا نشوف مع بعض أصحاب حرف الخاء. خاء خروف. خاء خروف. خاء خس. خاء خس. إيه كمان؟ خاء خوخ. خاء خوخ. خاء خضروات. خاء خضروات. خاء خيار. خاء خيار. يلا نقولهم تاني. حرف الخاء النقطة بتاعته فين؟ فوق على راسه. خاء خروف. خاء خروف. بنعمل ايه بالخروف؟ بناخد من عليه الثوب عشان نعمل بيه ايه؟ الهدوم الشتوي بتاعتنا. خاء خس. الخس ده ايه؟ من الخضروات. خاء خوخ. خاء خوخ. الخوخ ايه؟ من الفاكهة. خاء خضروات زي ايه؟ زي الطماطم والجزر وكمان الخيار. خاء خيار. خاء خيار. تعالي مع بعض نكتب حرف الخاء. قلنا شكله ايه؟ سنة وعندها ايه؟ كرش كبير. وايه النقطة بتاعتها فين؟ فوق راسها ما ننساش. خاء شرطة وعندها كرش كبير والنقطة بتاعتها ايه؟ فوق راسها. تعالوا بقى نشوف مع بعض اصحاب حرف الخاء على السمارت. يلا تاني نقول حرف الخاء. قلنا ايه؟ شرطة وعندها كرش كبير وما ننساش ايه؟ النقطة فوق راسها. يلا نشوف اصحابها مع بعض. خاء خروف. خاء خروف. خاء خوخ. خاء خوخ. خاء خيار. خاء خيار. خاء خضروات. خاء خضروات. خاء خبز. خاء خبز. يلا نفتح الكتاب بتاعنا ونشوف حرف الخاء. حرف الخاء شرطة وعندها ايه؟ كرش كبير وما ننساش النقطة بتاعتها فوق راسها. أصحابها مين؟ حرف الخاء خوخ. خوخ ده من ايه؟ قلنا من الفاكهة. خاء خيار. قلنا الخيار ده ايه؟ خضروات. برافو. خاء خروف.
ايه للهدوء بالشكل. يلا مع بعض هنمسك الالوان وهنلون حرف الخاء وايه هنلون الخروف بتاعنا. تعالوا مع بعض نوصف الخيار. الخيار ده من ايه؟ تعالوا نشوف كده. الخيار من الخضروات. يلا نوصف الخيار من الخضروات. برافو. الخوخ من ايه؟ من الفاكهه. يلا نوصف مع بعض. برافو. قلنا الخروف بناخد منه ايه؟ الصوف. عملنا منه خيوط الصوف. كده احنا خدنا مع بعض حرف الخاء واخدنا اصحابه وشكله ايه. هشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. هسيبكم دلوقتي تتفرجوا على ميزو على حرف الخاء. اهلا بكم حبايبي الحلوين، انا ميزو. هنتعلم مع بعض حرف جديد، حرف الخاء. يا ترى هنتعلم ايه مع حرف الخاء؟ يلا بينا نشوف. خ خ خروف. خ خ خروف. صح يا اصدقائي، كلكم شاطرين.